ما تعلمون رفاقي رفيقاتي وكذا الضيوف الكرام انه في ظل انزلاقه مشروع قانون المالية 2024 ومدى توجهات الاجتماعية للحكومة من خلال هذا المشروع. كنلاحظ رغم أن هذا المشروع كيجي بالرفع ديال المجموعة من الميزانيات القطاعية ذات الجانب الاجتماعي، مثلا الميزانية ديال التعليم ولا ميزانية الصحة، ولكن ما أحوجنا المجموعة من الإجراءات اللي تكون عميقة، مجموعة اللي يمكن يكون عليها تأثير على الحالة الاجتماعية وعلى الجانب الاجتماعي بالنسبة للمغاربة. أنا كنقول أن نحن بحاجة لواحد استراتيجية وطنية شاملة لمختلف القطاعات الوطنية اللي كتستهدف الانتاج والاستهلاك الوطني باش نرفعوا من القيم المضافه الانتاج والاقتصاد الوطني، اللي هذا بالضروره غادي يمكنوا من احداث واحد الفوارق الاجتماعيه واحداث منتوج اجتماعي ممكن نلبيو به الطلبات الواسعه للفئات المجتمعيه الوطنيه. هذا الاجراء جاء مثلا بالاجراء ديال دعم السكن ب 9.5 مليار درهم، ولكن العدد كافي بحيث ان هذا العدد غادي يعم غير 70,000 شقه مثلا، وكنعرفوا حنا ان الخصائص في المغرب كيتعدى 1,200,000 شقه. إذا كان شي دعم للإنتاج السكني خص أنه ضرورة المبلغ يتضاعف ويتضاعف بشكل كبير. كذلك نرى أن الاستراتيجية ديال الحماية الاجتماعية اللي كتدارتها الدولة واللي من خلال تسجيل في السجل الوطني للسكان ولا السجل الاجتماعي ولا السجل الاجتماعي، كنلاحظوا أن هناك انتقائية في التسجيل بحيث أن الهدف والمنطق اللي كيطبع هذا الشيء هو محاولة تضييق العدد ديال المستفيدين من خدمات الصحة الاجتماعية، بحيث أنك فئات واسعة من العاطلين في المدن الكبرى مثلا ما غاديش تستفد، بحيث أن الاستفادة غتكون مقتصرة على بعض المناطق خاصة في العالم القروي، ولكن العاطلين راه ما يمكنش اليوم مثلا يأديو إلا بغاو يحصلوا على الخدمات الصحية الاجتماعية. أرى مثلا أن السجل الاجتماعي ما لباش الطموحات ديالنا بشكل كبير في أفق تحقيق حلم الدولة الاجتماعية اللي كنتمناو. جا كذلك الحديث ديالك عن الضريبه على الثروه، صراحه الضريبه على الثروه كاعتبرها انا اساسيه. لماذا؟ لان المغرب الان في حاجه ضخمه للتمويل. المغرب الان مقبل على كاس العالم سنه 2030، مما كيجعل الدوله تحتاج مجموعه ضخمه من الموارد الماليه، لا للتجهيزات الرياضيه لا للتجهيزات ديال البنيه التحتيه، بحيث اننا ما تكونش غير المديونيه هي السبيل الاوحد لتحقيق هذا. ضروره ما أن الاقتصاد الوطني ينكب على مجموعة من الأمور اللي كنشوف أنا من ضمنها الضريبة على الثروة لتحقيق واحد النوع من الدينامية فيما يخص المداخل المالية للحكومة باش نواكبوا هذه الأنواع من المشاريع.